مثل دا يقطف الدجاج او ما اعرف شنو هاي الاشياءات اللي دا يسويها. الاشياءات الاشياءات هاي شنو هاي ممكن اعرف ايش اسويها. بس خلينا الاشياءات. الاشياءات تمام. اوكي قطعنا شويه من الليمون جاهز. قطعت انت وراح تخليهم على بالطاوه. لا قطعت استوى عندي الشاورما بهالشكل هذا صار عندي تمام سي مخلصه شوفنا شلون يكون شكلها شو نعم صارت عندي بهذا الشكل ولا ما نشفت من التتبيله اللي موجوده والمي تحمصت ويا البهارات اللي ضفناها والتخميره صارت عندي بهذا الشكل اوكي لهنا جهزت عندي اقطع شويه ليمون لهنا اوكي سجا تحكين علي احسك طبعا طيب عباس شو وقت تسوي لي الكيكه الاسفنجيه بصراحه جديات اذا ممكن عباس يعني والله العظيم صار هواي ما مسوينها احنا كيكه اسفنجيه؟ اي يعني مدى نسوي شو وقت نسوي؟ صار شو وقت؟ عباس يقولوا لنا بالكنترول انه بعد سنه يلا يسوي لنا اياها فممكن انت لا هو بعد يعني سنه يعني تقول لهم لا انا ما راح اكسر كلمه سجا يعني ان شاء الله نسويها بهذا الاسبوع هذا الاسبوع على مود اعياد الميلاد وها راح نسويها ان شاء الله شوفكم شلون يكون ان شاء الله اوكي ها معناته هاي على السنه الجديده ان شاء الله يعني لا يعني على على لك يعني صحيح قال على السنه الجديده بعد السنه يعني هو السنه هنا راح نخلي الشاورما خلينا هذا الشكل نيلي هنا اوكي خلينا بهذا نحركه بهذا الشكل ها هنا اوكي بس حنخلي ليمون الليمون وال بندورة طماطة هذا الشكل خلي شوي نزين الطبق ناخذ من الطماطة شوي ويا القص الدجاج او اللحم ممكن طماطة ضروري تكون طيبة شو يقولون يا سجا؟ والله يا شفنا انت كل شيء من عندك بدون مجاملة طيب سواء كان الفطور الغداء الحلو اشكرك يعني عشرت ايدك على هذا الطبق الحلو هسه هنا عندي هذا الاصاص هاي كل عندي تمام خلينا بس لا تكثر هواية حتى الرصاص خاف اني عاجبني ممكن اتذوق من عنده فما ارد اكل رصاص اوكي لا مو هواي فخليناه على جنب ممكن احنا يعني لازم اتذوق حتى اقول للمشاهدين انه شلون كانت الاكله وهذا يكون طبعا شكرا لك ايادي يا عباس صدق شكرا لك طيب بالبداية يمكن ما كانوا متابعينا المقادير الشاورما الدجاج ناخذها على الشاشة خلينا ناخذها على الشاشة وخليني أنا أقول لهم إياها ونكررها مرة ثانية إذا ممكن يا مخرجنا المقادير شاورما الدجاج صدر دجاج كيلو واللي هي 100 جرام خل أبيض زائد عصير الليمون نص كوب ولبن زبادي نص كوب وشطة ربع كوب زائد ثوم سنين والفلفل الأحمر باودر ملعقة طعام وحدة وملعقة كوب فلفل الأبيض وهي المطحون ملعقة كوب والكزبرة ملعقة كوب وليمون ولا لمن دوزي أوكي ليمون دوزي وزائد ملح زائد ملح لمن دوزي والليمون دوزي شو نسميه لمن دوزي لو ليمون دوزي الليمون دوزي ليمون دوزي خلصها هي طيب الغداء خلنا الغداء راح يكون هو التمن الريزو عندنا 1 كيلو منقع تمن تمام نقع من هسه بالمي ونخليه راح ناخذ المقادير مقادير روبيان 400 جرام ورز 1 كيلو وخضار 250 جرام وذره الحلوه اللي هي ذره الحلوه 50 جرام وكركم ملعقة طعام وحدة والفلفل الأعشاب يعني حسب الرغبة الكمية والزيت السمسم والمعدنوس
زيت السمسم تكون ملعقتين طعام يا عباس، وزيت او الزبده وشويه رشه ملح نخلي لها احنا. اوكي هذه ايش قد وقت راح ياخذ تقريبا؟ راح يكون عندي ربع ساعه جاهز تقريبا، والروبيان حنحمصه، حمص الخضار وياه قطعها ناعمه. طيب انا اليوم راح اريحك من عندي بفقره الغداء لانه اني ما اتقرب للروبيان. يعني الصراحه الله. انا بس السمك اكله السمك المشوي او المقلي يعني، روبيان. فهذه السي فود مو كلش يعني زين. انت ماكله الروبيان؟ ما ابدا ما اتقرب له ولا احبه يا عباس، ما ادري ليش. ما ادري، اكو هواي انواع منها، الشوربه اللي يسوون بيها شوربه الروبيان، اكو يخلوه فوق الرز مثل ما انت اليوم راح تسوي لنا اياه، واكو هواي طريقه يخلوه مع بعض يعني، او سلطه، فما اعرف يعني، اكو ناس حسب رغبات ممكن. اوكي تمام يا عباس، انا راح ارجع لك بعد شوي حتى نبلش وياك الغداء، لكن اكيد هذه من ضمن اهم فقراتنا المتنوعه لهذا اليوم من برنامج يوم جديد، خبيره التغذيه مع بيرلا، خلينا نتابع. نعم مشاهدينا، اكيد وصلنا لفقره الشيف عباس، فقره المطبخ، كل مستلزمات المطبخ تلقوها اكيد هنا أنا موجوده مع الشيف عباس، واليوم مسوي لكم طبخه عجيبه. اكيد هو راح يقول لكم شنو هي الطبخه، وراح يرجع يعيد لكم ايضا المقادير. الى كل جو يا شيف عباس. شكرا شكرا يا سجاد. اكيد مشاهدينا الكرام وصلنا الى فقره الغداء اللي راح تكون عندي الريزو مع الروبيان. راح نشتغل الريزو مع الروبيان، حيكون عندي روبيان تقريبا يكون 400 غرام من الروبيان، يكون هذا شكل الروبيان، روبيان هذا شكله يكون الخشن شويه. راح نشتغله بالرز، راح يكون عندي الروبيان 400 غرام، وراح يكون وياي اكيد الخضار اللي موجوده والذره الحلوه هنا عندي، فطر راح يكون عندي جاهز، وراح يكون عندي هنا الكركم، راح يكون عندي المعدنوس. حنشوفكم شلون يكون شكله هذا الروبيان، يكون هذا الشكل مالته لهنا. اوكي عندنا الخضار مثل ما شفتوا، وعندنا الذره، وعندنا هنا طر راح يكون عندي، والمعدنوس شويه من الكركم، فلفل حار راح يكون عندي، هنا البصل اقطع بيها حضر. نجي هنا للطبق الثاني اللي هو يكون عندي سلطه الفطر مع كريمه المايونيز. راح ناخذ المقادير على الشاشه، ممكن اللي يحب يشتغلها الروبيان، وراح ناخذ وراها السلطه وشوفكم شلون يكون ان شاء الله. فراح يكون عندي روبيان 400 غرام، راح يكون عندي رز 1 كيلو، راح يكون عندي خضار 250 غرام، والذره الحلوه 50 غرام، كركم 1 ملعقه، طعام راح يكون عندي فلفل، اعشاب حسب الرغبه راح يكون عندي، المعدنوس والزيت السمسم 2 ملعقه، طعام راح يكون عندي اكيد زيت او الزبده، ممكن نطبخ زيت او الزبده، والملح اكيد راح يكون موجود ويانا. راح ناخذ هنا ناخذ سلطه الفطر، راح يكون عندي هو فطر، وراح يكون عندي المايونيز، راح يكون عندي على الشاشه طر 200 غرام، خضار 200 غرام، راح يكون عندي كريمه المايونيز 1 كوب، راح يكون عندي نعناع جاف 1 ملعقه كوب، والليمون دوزي موجود ويانا. راح نقول بسم الله، قطع البصل بهذا الشكل، راح نجي ناخذ من الفطر، قطع الفطر بهالشكل. اوكي هذا الفطر والبصل موجود ويانا والامور ماشيه. هنا محضرين المي شويه من الدافي حتى نشتغل بالتمن، قطعنا الفطر بهالشكل هذا. راح نجي ناخذ من الخضار الباقي اللي هي كل شويه، هنا اوكي قطع بهذا الشكل، هنا اوكي نعم.
مع الروبيان اليوم راح نشتغله حتى الامور تكون اوكي. ناخذ بهالشكل هذا. نحب نذكر تكون هاي الطبخه برعاية مطعم وحدائق اغصان الزيتون، هي والفطور اللي كان يعني اليوم اشتغلنا الفطور اللي هو كان الشاورما الدجاج، قص الدجاج اشتغلناه، شوفناكم شلون يكون التتبيله مالته وشلون يكون شغله. هسه هنا اوكي، ممكن فروس اذا ناخذ مقادير القص الدجاج اليوم اللي اشتغلناه الصبح، اللي ما شافه ممكن يشوف المقادير اللي موجوده، ممكن بدون زحمه عليك. اشكرا لك. هنا اوكي اوكي خادم مالي. نجي ناخذ شويه من الفلفل. بس هنا اوكي قطع بهذا الشكل هنا اوكي. هسه هنا اوكي راح نجي ناخذ من الخضار اللي موجوده. خلينا الخضار حاليا دبيناها ويا الزيت، حمينا شويه الزيت وناخذ ازهار من النجف. يا ازهار. الو يا ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الله يسلمك يا عباس. الله يحفظك، نسال عليك يا طيبه. الله يسلمك يا عباس. بس مكونات البيتزا. مكونات البيتزا هي. اوكي مكونات البيتزا اللي هي راح تكون عندي نص كيلو طحين، ملعقه بيكنج باودر كبيره، ملعقه فانيلا كبيره اللي هي ملعقه الطعام، 2 ملعقة بس سكر. بس اذا طلعني انا على الشاشه. صار 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 تأمريني امر. فروس يقول تأمرني امر، تأمرني يا طيبه. هسه هنا ناخذها على الشاشه. نوال من البصره. صباح الخير شيف عباس. صباح الخير، شو اخبارك؟ امورك؟ شلونكم؟ شلونكم؟ الحمد لله. نسال عليك يا طيبه. الله يخليك، العافيه ان شاء الله. الله يخليك، الله يحفظك. الله يخليك عمي. شو بدي طريقة الجمر اللي سويتها قبل مدة مال الجاموس، يعني أنا متخيلة في الشيء ده. أوكي الجمر مثل حليب الجاموس، راح نجيب حليب الجاموس أول ما نفوره، قبل نفوره أول أول فورة له، أول ما نفوره قبل نخليه بالصينية نفرغه بصينية، صينية شوية تكون عميقة شوية، ورا ما نفرغه ونخليه بالصينية راح ما نحركه من مكانه أبد، ما نحركه نخليه على ما. شكرا لك قطع إنسان. اول ما يبرد عندنا، بس يبرد شويه يلزم، راح عندنا راح يصير قطعه واحده راح ناخذه نخليه بالهدوء، نخليه بالبراد بالثلاجه، نخليه يوم كامل او 4 ساعات او 5 ساعات ممكن نخليه، وراها راح نطلعه وناخذ القطعه الفوق راح نسحبها ونلفها، القطعه الفوق راح تكون عندنا هي قطعه الجيمر، ناخذها وتكون الامور اوكي ماشي عندنا. شكرا لك وبالعافيه. والبيتزا حتكون على الشاشة اللي ممكن طلبتها الأخت، اللي هي البيتزا حتكون على الشاشة. يكون عندي طحين نصف الكيلو، بيكنج باودر ملعقة طعام، فانيلا ملعقة طعام، سكر 2 ملعقة راح يكون عندي، خمرة 1 ملعقة ممكن مسح تكون كبيرة، حليب نصف الكوب ممكن نستبدله بحليب الباودر ملعقتين كبار، راح يكون عندي بيضة واحدة والزيت الزيتون. اوكي 20 كيلو ملح. هسه هنا اوكي. هسه خلينا الخضار ننتظرها نحمصها ونقلب هالشكل هذا. قلب يا عيني. قلب حبيبي ام سالم. يا ام سالم ناخذ الروبيان يا ام سالم. هسه نضيفه ويا الخضار. هنا. راح ناخذ الروبيان، شو تقول يا مخلص؟ مخلص يقول انا اعشق الروبيان واعشق البصره واعشق الزبيدي. هنا اوكي. ناخذ الروبيان ونضيفه. هالشكل هذا يا ام سالم. صباح الخير يا ام سالم. صباح الخير. شو اخبارك يا ام سالم؟ ام سالم؟ صباح النور. شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله، شخبارك شيخ عباس؟ نسأل عليك يا طيبة. الحمد لله زينة. الله يخليك، الله يحفظك. الحمد لله، شلونك شيخ عباس؟ والله الحمد لله، أمريني. أمريني يا قلبي.
جيت اسلم عليك. اشكرك يا طيبه. وانا معجبه بطبخاتك وقناتك. الله يخليك، الله يحفظك. يسلمون عليك، شكون ترون؟ على الكادر وسلم كله، قناة رشيد كلها سلم عليك يا طيبة. شكرا لك يا غالية، كلهم يرفعون ايديهم. هسه هنا اوكي. راح ناخذ شوية من الفلفل الحار، قلنا شوية نضيف. فأنتوا اللي ما يحب الفلفل الحار ممكن انه يضيف يا أم زهرة. ناخذ الكركم. كركم أحبكم طبعا أني. حلو. أحبك أنا خلص. يا أم زهرة نخلي الكركم حاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام زهور، شلونك اخبارك؟ كيفك؟ الله يخليك، عمرين يا ام زهراء. ام زهراء؟ الو؟ الو، ام زهراء من النجف؟ اي خويا اي. عيوني، عمرين يا ام زهور. بس اريد عن طريقة الطرش المدبس بلا زحمة. الطرشي المدبس، اوكي، راح ناخذ مقاديره على الشاشة واخذي له صورة حتى تكون امورك اوكي. شكرا لك يا غاليه، راح نخلي الذره الحلوه. شكرا لك خويا. شكرا لك، شكرا يا ام زهور. ام عباس من كربلاء يا ام عبوس. الو. الو، صباح الخير، كيف حالك؟ صباح الخير يا ام عبوس، شلونك؟ شلونك، شو اخبارك؟ نسال عليك يا طيبه. الله يخليك، شلون هتتجاوي؟ والله الحمد لله، سلم عليك. الله يخليك. الله كيف عباس، ممكن نطبق السمنت؟ نطبق السمك؟ اوكي. اوكي. يعني؟ ان شاء الله ناخذ مقادير نطبق السمك. اليوم اليوم كل وقت يعني من الابراج. الابراج. يعني وقتها قليل. ان شاء الله وقت يكون. اي والله. ان شاء الله ان شاء الله. اوكي. شكرا لك يا غاليه. وهذا الطرشي المدبس راح ناخذه على ممكن تاخذي له صوره للطرشي. اللي هو كوب خل، كوب دبس، كوب حامض، نصف الكوب زيت الزيتون، بهارات الطرشي ملعقة طعام كمون، ملعقة طعام البطنج راح يكون عندي، حبة ثوم وربع الكوب عصير الليمون. هسه هنا اوكي ناخذ هنا، ناخذ هنا اوكي. هسه عندنا المعدنوس راح نضيفه ويا الخضار، راح اشوفكم شلون يكون شكله. فاضل، فاضل من كربلاء. السلام عليكم. يا فضول حبيبي. شلونك يا حبيبي؟ شلونك؟ 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 الله يخليك، انت لاسعد يا طيب. شكرا شكرا على المقلوبة الطيبة. عيوني، هاي هاي لعيونك الحلوة. الله يبارك. عجبتك فيك. عجبتك المقلوبة؟ جدا جدا، وسويناها كلش طيبة. الله يخليك، الله يخليك، الله بالعافية. الله يبارك فيك. ممكن طلب صغير؟ عيوني، أمرني. الله يبارك فيك. كبة التمن على الشاشة لو سمحت. كبة التمن، اوكي، كبة التمن، اوكي، كبة التمن ان شاء الله يمكن اشتغلها باكر الصبح بالريوق. اوكي، كانت ببالي قبل يومين بين انا اشتغلها. يا قلبي قبل يومين. شكرا، تحياتي لك للكادر. اوكي، باكر راح نشتغلها، احنا عندنا كل المقادير مالتها. شكرا لك يا غالي، وباكر راح نشتغلها. وايد المقادير على الشاشة اللي هي تكون تمن مسلوق 400 غرام، حيكون عندي بيضة واحدة، نشا واحد ملعقة. راح يكون عندي بطاطا مسلوقه واحد، راح يكون عندي واحد حبه من البطاطا المسلوقه ويا التمن راح نخليها، والحشوه راح تكون عندي اللحم المفروم ربع كيلو، البصل المفروم حبه، والفلفل الاسود زائد كمون والملح. هسه هنا اوكي راح نجي هنا لهنا اوكي، ناخذ ام زهراء من واسط. يا ام زهراء. الو. الو يا ام زهراء. صباح الخير. صباح الخير، شو اخبارك؟ الله يسلمك، انت شو اخباركم؟ ونسال عليك يا طيبه. نسال عليك، العافيه. الله يخليك. شلونكم؟ جميل. والله الحمد لله. ام زهراء، فالسؤال. اي بلي. شنو هي الاكله اللي تحبيها انت؟ شلون يا ابي؟ الاكله اللي تحبيها شنو هي؟ دائما تسويها. انا احب السمك. ها السمك؟ السمك السقف او شنو تقلاه او مطبر؟ لا احب اشوي. شوي سمك الشوي؟ اي اوكي، امريني. اريد مشعر، قلت لها لي انه يعلمود الجيمر. الجيمر؟ ايش بيه الجيمر؟ الجيمر يعني كل شيء ما نخليه بس نصبره ونحطه بالثلاجه؟ الحليب الجمس اقصد، يعني الحليب البقري اللي هو حليب الجمس اللي هو احنا نجيبه
من مكان اللي هو يستوردون به الحليب الجمس اللي موجود. هسه حليب الجاموس، حليب الجاموس ممكن احنا غير حليب الجاموس، مثل حليب اللي عندنا حليب 1 لتر حليب من هذا نشتريه من السوبر ماركت، حليب 1 لتر كريمة الطبخ حيكون عندي 1 لتر راح يكون ملعقتين نشا راح نضيفهن سويه نخبطهن ونخليهن على النار، يعني نخبطهن بالبدايه بجدر بارد يعني قبل ونجي نخبطهن على النار على نار هذا اول ما يفورن اول فوره لهن راح نجي نخليه بالصينيه نفس المرحله اللي افتهمتيها هسه، خليه بمكان ثابت يبرد ولا ما يبرد يدخل البراد، يدخل البراد. مشكور مشكور. وراها راح ناخذ الهاي تقريبا يوم كامل او 4 ساعات. شكرا لك يا غالي، هسه تحمسنا راح اشوفكم شلون يكون شكل التمن الرز والروبيان. ناخذ رياض من ميسان، صار عندنا هذا الشكل خضار والها كلها صارت سويه. راح نحمص وياها الرز. ناخذ رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رياض الغالي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا قلبي. شلونك حبيبي؟ حاسه بيدك على هالطبخه الطيبه. ويدك ويدك يا طيب. شلونك زين؟ الله يحفظك، امرني يا غالي. يا رياض. راح رياض قطع، ان شاء الله يعاود. راح رياض. هسه هنا اوكي، سديد انا اشكرك. اشكرك انا سديد. طبعا. هسه هنا. اوكي راح نضيف الملح. نضيف الملح. هسه ضفنا الملح. هنا اوكي. ضفنا الملح. ممكن نبدل بالملح نخلي الصويا صوص اللي هو فول الصويا نحب نشوف عندنا موجود. حيكون عندي فول الصويا اللي هي هاي الصويا صوص نقدر نجيبها من السوبر ماركت. اللي هو فول الصويا ممكن احنا نخليه مكان الملح، نعوض مكان الملح وما نخليه ملح. لهنا اوكي هسه بدينا شوي نحمص ويا الروبيان. ابو صفاء من بغداد. شلونك عيني؟ شلونك يا ابو صفاء؟ الله يعزك ويسلمك، انت شلونك؟ نسال عليك يا ابو صفوف. تسال عليك العافيه. الله يخليك. ابو صفاء فد سؤال. ها جواب. شو تحب اكله؟ اذا تحب اكله اسوي لك اياها انا مستعد اسوي لك اياها. والله هاي اكلاتك كلهن دا اشوفهن واقول لهم طبقوا لنا اياها. اي والله. شو تحب اكله؟ شو تحب اكله؟ هسه اريد البسل الجمر مال البقر، جابوا لي اليوم حليب. جابوا لك حليب جاموس. اليوم أوكي. جابوا لي حليب مال البقر، اريد اسويه جمر. تسويه جمر، اوكي. اي والله شلون طريقة؟ اوكي راح تجيب الحليب، حليب الجاموس واحد اجيبه. هذا لا عندي مال بقر بقر. اي هو مال بقر يعني هو نفس الشيء. ايش راح تخليه؟ حتخليه بجدر. اي. راح تشغل عليه النار متوسطة، تبقى تخبط بيه. على النار تبقى تخبط به اول فوره الى اول ما يفور راح تطفي النار عليه. اوكي؟ نعم. من مره نعم ما تطفي النار راح تخليه بصينيه، صينيه شويه تكون عميقه، شويه عريضه ايه. وعميقه. تخليه بيها ما تحركها ايه. ابد، خليها بمكانها ما تحركها ابد. ورا ايه. ما يبرد، يبرد تماما وما يتحرك. يعني ضروري يكون نعم. ما يتحرك. يبرد تماما ايه. راح ينشال بهدوء ويتخلى بالبراد. يتخلى بالبراد يوم كامل او 5 ساعات ممكن. يعني نقدر نخليه بالليل، ثاني يوم الصبح نقدر ناخذ القطعه الفوق اللي هي تكون الجيمر العرب. يعني نسويه اليوم وثاني يوم يلا يكمل. نسويه اليوم باكر الصبح. نتريق بيه. تريق بالعافيه، جيب صامون يا الله يعافيك. مو انت مو بتاع ابو خضير. حبيبي الغالي، حبيبي تاج الراس. نورت، شكرا لك يا غالي. هسه هنا اوكي. راح نغطي التمن. يا ام مريم. ام مريم. ام مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ شلونك؟ شو اخبارك يا ام مريم؟ ام مريم السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعك. شلونكم؟ الحمد لله، نسال عليك يا طيب. الله يسلمك، الله يعزك، الله يوفقك. الله يخليك، عمريني. ممكن الدهينه شلون؟ ممكن صوت التلفزيون شويه تنصي؟ الدهينه فروس، ممكن الدهينه حتى
راح ناخذ الدهينه على الشاشه وان شاء الله احنا راح نشتغلها بهذا الاسبوع، راح يكون على اعياد الميلاد نشتغل حلويات. هسه هنا اوكي ناخذ الدهينه اللي هي دهن حر 1 كوب، راح يكون عندي سكر 4 كوب، حليب سائل 1 كوب، مبروش جوز الهند 1 كوب، راح يكون عندي عسل 2 ملعقة، وراح يكون عندي الجوز اللي هو اللب جوز، والليمون عصرة الليمون يعني عصرة ليمون قليلة حتى ما شكر عندي. ناخذ المقادير على الشاشة اللي هي تكون للروبيان اللي يحب يشتغلها، حتى للروبيان حتى اشوفكم شلون يكون شغله. اوكي لهنا اوكي. هسه ناخذ لهنا اوكي. اللي هي تكون المقادير على الشاشه مثل ما شفتوا. راح نجي هسه هنا ناخذ تبارك من واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عباس؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. الله يحفظك. السلام عليك، شو اخبارك انت؟ سلامتك العافيه. الله يخليك. المطبخ شنو هالطبخ هذا؟ من ذوقك من ذوقك يا طيبه. يا عيني خويا شلونك؟ امريني امريني يا طيبه. بيامر علي الظالم، ممكن اعرف عجينه البيتزا بالضبط والمقادير؟ عجينه البيتزا بالضبط والمقادير اوكي ماكو اي مشكله. راح تكون على الشاشه، اخذي لها صوره ممكن تاخذي لها. اوكي. هنا اوكي شكرا لك، هاي تكون عجينه البيتزا على الشاشه اللي يحب يشتغلها ماكو اي مشكله. راح نجي ناخذ الخضار. خلي ضيف بالكاسه هنا اوكي. ناخذ شهد من الدياله. شلونك كثير؟ شلونك شو اخبارك يا شهود؟ والله الحمد لله. انت شلونك؟ الله يحفظك. اسال عليك يا طيبه. اسال عليك. انا ما اسال عليك. غالي شوف ممكن اعرف طريقه كبة الجريش؟ كبة الجريش؟ اوكي اشتغلنا احنا كبة الجريش هنا هواي، وراح نشوفكم المقادير. ممكن تدي المقادير تاخذي لها صوره؟ اي وشوف قبل مره قلت لك طريقه اللحام الشلغم وما سويت لي اياه. لحام الشلغم ببالي وان شاء الله اسويه هذا الاسبوع ان شاء الله. تأمريني ما ناسيك. شكرا. شكرا لك يا غاليه، شكرا. نورتي. هسه اوكي. هسه ناخذ هنا نقطع بهذا الشكل. وهذا كبة الجريش راح تكون على الشاشة اللي يحب يشتغلها ممكن. هي كل جريش 700 غرام، برغل ناعم ربع الكيلو، ولحم راح يكون عندي شرح عجل ربع الكيلو، ولحم الدقة حيكون كمون ملعقة طعام، والفلفل الأسود ملعقة طعام، راح يكون عندي السوداء اللي هو ملعقة طعام، ملح ملعقة طعام. هسه نجي هنا نقطع بهذا الشكل. ناخذ المقادير اللي هي تكون للسلطة هنا اوكي. للسلطة المقادير على الشاشة اللي تكون ممكن هنا اوكي. هسه ناخذ شوية هنا اوكي هالمقادير. هي تكون على الشاشة مثل ما شفتوا. هسه هنا اوكي صارت عندنا هاي الامور بهالشكل هذا. ناخذ شويه من الليمون، راح نهدي على الرز. قطع الليمون بهذا الشكل والفله بهذا الشكل، نضربها من النص الشكل هنا اوكي. هسه نجي هنا نقطع الفطر اللي موجود عندنا.
الفطر موجود ويانا. نحب نذكر تكون هاي الطبخة برعاية مطعم وحدائق أغصان الزيتون. هنا اوكي خلينا الخضار بالبداية والفطر راح يكون ويانا. هذا الشكل يكون مالته. ناخذ ونخلي بالكاسة اوكي نرجع بهذا الشكل. بس هنا مثل ما تشوفون ممكن الريزو ممكن اي ماده نقدر نخلي يعني اي من المواد اللحم او الدجاج. السر هنا اي والله ونخلي على واه. السر هنا اوكي ماشي الامور. نجي نشوف امورنا شنو. ام باقر من بابل. الو السلام عليكم. الو يا ام باقر وعليكم السلام. بدون زحمة اريد اعرف قبة الجريش ليش وفر عندي محجرة. محجرة قبة الجريش اللي هي راح تكون عندنا ممكن احنا نبرد المي اللي احنا راح نعجن به الكبة. يعني المي نسويه بارد ويا الجريش راح نخلي البرغل. برغل الوسط ربع كيلو ويا النص كيلو للجريش. اوكي؟ والمي يكون بارد حتى نبرد به. وصلت الفكرة؟ إن شاء الله. هسه راح نجي هنا ناخذ أم أحمد. يا أم حمود. معليش. أم حمود شو أخبارك؟ إن شاء الله يخليك. الله يخليك، الله يحفظك، النعناع الجاف. الله يخليك. الله يحفظك. عيونك عافية. عيوني. عيوني. ذاك اليوم مطيت المقادير مال الزلابية شو سويت طلعت يابسة. الزلابية طلعت يابسة؟ إيه يعني والله. يابسة مقسبة لو يابسة شنو؟ لا والله يابسة قوية. انت قلت مو قلت كوب طحين وكوب سكر؟ كوب طحين وكوب شنو؟ كوب نشا وكوب طحين. كوب نشا؟ وكوب طحين. كوب نشا كوب طحين راح يكون عندي إيه؟ ملعقة لبن الزبادي خمرة ملعقة كوب. لا خلينا انا بس خمره ما خلينا انا اللبن. ممكن تضيف لها ملعقه طعام اللي هي للبن الزبادي وخمره تختمر تقريبا عندنا نص ساعه وراها راح نجي نفتح الكيس من عندها ونخبطها ونرجع عندنا الشيره. الشيره بارده موجوده. الشيره تكون بارده بصفنا راح نقليها. بس طبعت قويه كلش قويه. نقليها يعني بالدهن المتوسط مو الدهن العالي ولا نقليها بدهن بارد يعني الدهن نحميه ونرجع نبرده من جديد نخليه الحرارة متوسطة يعني تكون إن شاء الله. أوكي ممكن تسويها على الشاشة صح إن شاء الله بهذا الأسبوع أسويها وأشوفكم شلون يكون. أي والله رحم الله والديك. هسه نخلي المايونيز يكون عندنا بهذا الشكل. شلونك بالمايونيز يا مخلص؟ تحبه؟ تحب المايونيز مخلص؟ حلو يقول أعشقه. نخبط بهذا الشكل بهذا الشكل الحلو وسديد الحلو هنا. اوكي هسه هنا مشت الامور صارت عندنا سلطة جاهزة. هسه هنا اوكي راح ناخذ لنا طبق ممكن ونخليه والسلطة الحلوة صارت عندنا وفروس الحلو عفوا. هنا اوكي
صارت عندنا جاهزة سلطة الحلوة. يكون عندنا بهذا الشكل. ممكن بالعافية عليكم. راح نجي ناخذ ناخذ القالب اللي هو الكبسة البرياني. اوكي ناخذ خبزة. هنا اوكي. نجي نشوف. وهذا صار عندنا جاهز. جاهز وملوز. ناخذ قطع الروبيان خليها بالاسفل. هذا الشكل. هنا اوكي. هسه احنا نجي صب. يكون هذا الشكل مالته. هنا اوكي. نحب نذكر تكون هاي الطبخه برعاية مطعم وحدائق اغصان الزيتون. ونصب. هذا الشكل. راح يصير عندنا اموره ماشيه. هنا اوكي. حتى نطلع من عده. راح نجي هنا اوكي. راح نخلي خبزه بهذا الشكل. راح نخلي شويه. هنا اوكي. حلو. ملوز. سلينا اوكي. مثل ما شفتوا عندنا صارت الريزو مع الروبيان. والسلطة راح تكون ويانا. سلطة الافطار مع كريمة المايونيز. صار عندي بهذا الشكل. شو تقول يا سجاوي؟ شت ايدك اقول اكيد يا شيف عباس. واني اكيد متشوقه بعد ما راح اختم البرنامج واشوف بعد ما يشيل القالب عباس شلون راح تطلع الاكله. وباكر وياك احنا اكيد بانتظار طبخاتك الجميله والجديده. واكيد احنا نلبي كل طلبات المشاهدين بكل فقراتنا من برنامج يوم جديد. ان شاء الله انا استمتعت يانا بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد. اتمنى لكم اطيب الاوقات الموفقيه للجميع واكيد الامن والامان لبلادنا الحبيب. انتظرونا باكر بنفس الموعد على مدار 3 ساعات من 9 الى 12 من برنامج يوم جديد. في امان الله. باي باي.